أخبار اليوم. نشرة الأخبار، أهلا بكم. سيسي خلال لقائه نائب رئيس الوزراء اليمني: مصر حريصة على أمن اليمن وضمان سلامة الملاحة في باب المندب. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عبد الملك المخلافي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية الجمهورية اليمنية. صرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن المخلافي نقل رسالة إلى الرئيس من نظيره اليمني عبد رب منصور هادي، أعرب فيها عن تقدير وإعزاز القيادة والشعب اليمني بدور مصر التاريخي الداعم لليمن، وما تبذله من مساعي مقدرة ومستمرة للدفاع عن اليمن وحماية أمنه القومي الذي يعد جزءا أساسيا من الأمن القومي العربي. أكد السيسي حرص مصر على إرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، مشددا على ثوابت الموقف المصري الداعم للدولة اليمنية ووحدتها وسلامتها الإقليمية. رئيس الوزراء: لا مساس بالدعم. قال رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل إنه لا تخفيض للدعم في الموازنة، مشيرا إلى أن نظام النقاط مستمر في توزيع السلع التموينية، مشددا على أن الهدف من الدعم هو ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين وتحقيق الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار. العربي يجري مباحثات مع وزراء خارجية العراق والكويت والبحرين. عقد الأمين العام للجامعة العربية سلسلة من المباحثات مع وزراء خارجية العراق والكويت والبحرين كل على حدة قبيل انطلاق الاجتماع الوزاري غير العادي. وقال مصدر مسؤول في الجامعة العربية إن لقاءات الأمين العام مع وزراء الخارجية قبل بدء الاجتماع الوزاري بناء على طلب العراق لبحث التدخل العسكري التركي في الأراضي العراقية، بجانب ما يتعلق بالتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية. رياضيا، الأهلي يشكو برشلونة للفيفا. اتفق مسؤول النادي الأهلي على إرسال خطاب رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل حفظ حقوقه في لقب أكثر أندية العالم تتويجا بالألقاب الكرية حول العالم برصيد 20 بطولة. وكان نادي برشلونة الأسباني قد أعلن عبر موقعه الرسمي أنه تساوى مع النادي الأهلي برصيد 20 بطولة قارية ليعتلي صدارة الأندية الأكثر تتويجا. ويرسل الأهلي برئاسة محمود طاهر خطابا رسميا للفيفا لحفظ حقوقه، خاصة أن برشلونة اعتمد بطولات غير معترف بها أوروبيا وهي بطولة المعارض الأوروبية. وأكد الأهلي أحقيته في الاحتفاظ بلقب الأكثر تتويجا حول العالم. وإلى نشرة الأحوال الجوية، يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية طقس الجمعة شتوي معتدل شمالا، مائل للدفء جنوبا نهارا، شديد البرودة ليلا يصل لحد الصقيع على وسط سيناء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الوجه البحري والقاهرة ومدن القناة حتى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد وعلى البحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية. وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية. نهاية النشرة، دمتم في أمان الله.